السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعرف على طريقة تنسيق وعمل صورة مصغرة لفيديوهات اليوتيوب، وإحنا عارفين طبعا إن الصورة المصغرة لها دور كبير جدا في نشر الفيديوهات على مواقع البحث جوجل وغيرها من المواقع. الموقع اللي معنا ده مهم جدا، وهو كنز من كنوز المواقع، لانه به العديد من الاشياء التي تستخدم في الانستغرام وتويتر وغيرها من الاشياء واليوتيوب. كما يمكنك عمل انترو بها او عمل كفر للقناة او عمل صورة مصغرة وغيرها من الاشياء، واستخدم الطلاب ايضا، ولو استخدمت للطلاب والمعلمين. في البداية نذهب الى جوجل ونكتب كلمة كانفا باللغة العربية او الانجليزية، سوف يظهر لنا هذا الرابط، نقوم بالضغط عليه، نقوم بالدخول. طبعا إذا كنت أول مرة تدخل على هذا الموقع لابد من تسجيل الدخول، وهي طريقة سهلة بالبريد الإلكتروني أو بالإيميل، بالبريد الإلكتروني أو بفيسبوك أو غيرها من الأشياء، طرق كثيرة متعددة. إن شاء الله سوف أقوم بعمل فيديو عن طريقة تسجيل في موقع كانفا. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن صناعة وتنسيق الصور المصغرة في موقع كانفا. البداية طبعا في لوجوهات وفي انستجرام وفي غيرها من الاشياء، ديزاين، بوسترات. عند التصفح الموقع سوف تجد العديد من الاشياء، ولكن نحن نريد تنسيق وتصميم صورة مصغرة. هنا نقوم بكتابة يوتيوب thumbnails، صورة مصغرة لليوتيوب. سوف يعطيك آلاف من الصور المصغرة الجاهزة التي تقوم بالتعديل عليها بكل سهولة والكتابة عليها بكل سهولة، وهذه الطريقة تصلح للكمبيوتر وللموبايل والهاتف. بعض الصور مجانية، كثير منها مجاني وكثير ايضا مدفوع، التي تجد عليها علامة التاج هذه مدفوعة. نحن ننزل هنا للأسفل حتى نحصل على المجانية فقط، نضغط على كلمة هنا فري، سوف يعطينا المجانية فقط، نختار منها ما نشاء، نختار منها كما نشاء. تستطيع البحث وفلترت الصور والصور المصغرة من هذه الأشياء أيضا. نحن اخترنا كلمة فري المجانية حتى يعطينا جميع الصور وجميع الأشياء. أي صورة تختارها تستطيع التعديل عليها وتنسيقها كما تشاء والكتابة عليها. فلنفترض اخترنا هذه الصورة، سوف تفتح لنا بهذا الشكل، وهذه هي حجم ومساحة الصور المصغرة، سوف تطلع متناسقة مع فيديوهات اليوتيوب. تستطيع مثلا تغيير مكان هذا الرجل، ضغط عليه ثم تحويله يمينا ويسارا كما تشاء. تستطيع ان تحذف مثلا هذا تحديدا ثم ديليت. اذا اردت رجوع مرة ثانية كنترول زد تعود مرة ثانية. هنا لو اردت حذفها هذه تستطيع الضغط على ديليت، وهكذا. الكتابة تستطيع تغييرها وحذف هذه الكتابة والكتابة باللغة العربية او كتابة باللغة الانجليزية كما تشاء. ديليت تحديدها هو ديليت. تستطيع تكبير هذه، وضعها في الاعلى او الاسفل او الوسط كما تشاء. تستطيع الكتابة هنا والضغط على كلمة تكست، يعطيك خطوط مختلفة واشياء مختلفة تختار منها الذي تشاء، مثلا هذا يعطينا هذا الشكل. نقوم بحذف مثلا هذه الكلمة، نكتب ما شاء الصور
المصغرة، أقوم بتكبير الخط هكذا، نحذف هذه، نستطيع كبيرها، نستطيع تكبير الخط من هنا علامة الزائد أو تصغيره من الناقص. هنا تستطيع تحديد نوع الخط بالضغط على هذه، هناك خطوط كثيرة منها مجاني ومنها مدفوع، اختار انت المجانية، واذا استطعت الترقية الى المدفوعة يكون افضل في هذا البرنامج، ولكن الخدمة المجانية تكفيك جدا لان به الاف من الاشياء. تختار الخط الذي تريده مثلا هذا، تستطيع مثلا ذهب بها يمينا ويسارا هكذا، تضع تأثيرات هنا، الضغط على هذه إذا فعلتها سوف تقوم بتكبير الخط أو تصغيره كما تشاء أو مائل. هنا تأثيرات، لو أردت أن تضع تأثيرات مثلا مثل هذه أو هذه، أشكال مختلفة وأشياء كثيرة تختار منها. هنا أنيميت كما تلاحظون، هنا إذا أردت إضافة شيء من هذا الموقع مثل يوتيوب تستطيع البحث بالكتابة هنا، لو كتبت مثلا يوتيوب أو أي كلمة تريد سوف تجد آلاف من الأيقونات التي تستطيع أن تستخدمها، مجرد الضغط عليها كده سوف تظهر لنا في هذه الصورة، تستطيع تصغيرها أو تكبيرها. ديليت حذفها. هنا معنا هذه الصورة تكفينا. إذا أردت وضع علامة مثل هذه تظهر لك علامة الجوال مثلا، تقوم بوضعه تصغيره وتكبيره كما تشاء. نقله من مكان هذه، قم بحذفها. أردنا نحذف هذه العلامة اليوتيوب الكبيرة نقوم بحذفها ديليت. نستطيع وضع علامة صغيرة مثل هذه يوتيوب هنا، تستطيع أن تضع صورة من الجهاز الخاص بك من هذه الأيقونة أبلود، تقوم بالضغط عليها ثم تختار إيميج صورة أو فيديو أو أوديو أو صوت إذا كنت قمت بتحميله في الموقع قبل ذلك أو من خلال الميديا أبلود أو الدرايف جوجل درايف أبلود لو من الجهاز،
سوف يفتح لك الجهاز وتختار منه ما تشاء. هنا بعد الانتهاء من تصميم الصورة نقوم بكتابة اسمها تنسيق الصور المصغرة حتى يستطيع حفظها لك في هذا الموقع، وأيضا تجدها في صور جوجل باسم القناة الخاصة بك، وعند الضغط عليها يظهر الفيديو ثم شير. هنا سوف تأتي لنا هذه الصفحة، نضغط هنا داونلود. هنا بصيغة البي ان جي اللي هو 1280x720 دي، طبعا معروف الحجم الصورة المصغرة، ودي افضل شيء البي ان جي. اذا اردت المشاركة تستطيع المشاركة بالجي بي جي، وده الافضل للمشاركة، اما الصور المصغرة بي ان جي، وتستطيع البي دي اف وغيرها من الاشياء. داونلود، قد لا تظهر داونلود هذه او غير مفعلة، تجدها في الاسفل شريط داونلود فري، نضغط داونلود يبدأ في تحميل الصورة. نفتحها، نقوم بفتح الصورة وبالضغط عليها حتى تفتح معنا هذه الصورة كما ترون، الصورة المصغرة المنسقة على اليوتيوب، ولا تقوم بتغيير اي شيء فيها، فهي بها جميع التنسيقات لمساحة الصورة المصغرة في اليوتيوب. إذا أردت التصغير أو التعديل عليها كما تشاء من هنا، ولكن هذه هي التي تستخدم في الصور المصغرة لليوتيوب، هذا هو الحجم، لا تلعب به ولا تغير فيه شيء. وبكده نكون عرفنا إزاي ننسق وننشئ ونصنع صورة مصغرة لفيديوهات اليوتيوب بكل سهولة ويسر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.